السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل وحدة سداسي. بالنسبة لوحدة السداسي دي هنستخدمها في مشاريع كتيرة جدا من مشاريع الكروشيه، من خلالها هنعمل سجادات كتيرة بأشكال مختلفة، وهنعمل برضو مفارش، سواء مفارش ترابيزة أو مفرش سرير، وبرضو من خلالها هنعمل شنط، سواء شنطة كروس أو شنطة يعني صغيرة، أوكي. وهنعمل برضو بارتفيهات من الوحدة السداسي. ودلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل الوحدة السداسي. زي ما وضحت لكم في بداية الفيديو، الوحدة دي هنستخدمها، من خلالها هنعمل مفارش وهنعمل سجاد وهنعمل مفارش، سواء مفارش ترابيزة أو مفرش سرير أو مفرش كمان للركنة، وهنعملها بأشكال كتيرة جدا. ممكن كمان ندخل الوحدة السداسي ديت من خلالها نعمل ستاير، أوكي. هبتدي، بدايتها بتبقى عبارة عن الحلقة الدائرية، تمام، وبشتغل جوه الحلقة الدائرية. الأول برتفع بثلاث غرز سلاسل، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3. بعد ما برتفع بثلاث غرز سلاسل كده بالشكل ده، بشتغل الثلاث سلاسل ارتفاع. دول مش هعتبرهم عمود بلفة ولا حاجة، لا، دول ثلاث سلاسل ارتفاع. هشتغل 2 غرزة عمود بلفة، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 1 2، غرزتين عمود بلفة، غرزتين سلسلة، غرزتين عمود بلفة كمان. تبقى عبارة عن الأساس الوحدة السداسية ديت، بتبقى عبارة عن 2 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة، لغاية ما نكون الست أركان كده. أول كونت معاكو أول ركن كده بالشكل ده، تمام. هعمل 2 سلسلة وهعمل غرزتين عمود بلفة كمان، ادي 1 2 2 سلسلة، غرزتين كمان عمود بلفة، دي 1 2، تمام كده. بقفل الحلقة الدائرية شوية معايا، تمام. طول ما انا ماشية اعد الاركان اللي انا عملتها، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 1 2 3، تمام. هعمل 2 سلسلة وغرزتين عمود بلفة كمان، 2 سلسلة، لحد ما اكون الست اركان بتوعي. بشتغل بنفس الطريقة، غرزتين سلسلة، غرزتين عمود بلفة، غرزتين سلسلة، غرزتين عمود بلفة، 2 سلسلة، دي 1 2. بس نخلي بالنا نعد الاركان، ادي 1 2 3 4 5، تمام. فالاتنين سلسلة دولت خلاص كده اخر ركن بالنسبة لي، بالنسبة لنا طبعا كلنا، تمام. فهنقفل، هدخل في السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع، هدخل كده فيها بالشكل ده وهقفل بمنزلقة عشان اكون كده كونت اساس الوحدة السداسية. بشد القطع عندي كده من تحت، بشد خيط بتاع حلقة البداية ده كده، تمام. هقصه كده عشان اصغره عشان ما يعكسش معايا طول ما انا شغالة، تمام. برتفع بثلاث غرز سلاسل، 1 2 3. انا الشغل عندي هيبقى عبارة عن فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة عادية جدا بدون اي تزايد، بس التزايد عندي في الاركان اللي هما بتاع الست اركان اللي تكونوا عندي، ادي ركن 2 3 4 5 6، تمام. فوق كل غرزة عمود بلفة بشتغل غرزة عمود بلفة، انما في الركن اللي هما بتاع غرزتين العمود بالسلسلة، غرزتين السلسلة دولت، بشتغل فيها غرزة عمود بلفة 2 سلسلة، 1 2، تمام، غرزة عمود بلفة كمان، تمام. وبنتقل بعد كده، بيقابلني غرز العمود بلفة، بشتغل فوقيها غرزة واحدة بس فوق كل غرزة، تمام. اول ما يقابلني ركن بشتغل فيه
عمود سلسلتين عمود. تمام، بعد ما كونت الركن بعد كده بنتقل على غرز العمود بلفة، بشتغل فوقيها فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده. بنتقل بعد كده على الفراغ، بشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة، غرزة عمود بلفة كمان في نفس الفراغ عشان اكون الفراغات لبعد كده. تمام، بنتقل بلاقي بعد كده بعد الفراغ بلاقي غرز عمود بلفة، بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. تمام، بعد كده بلاقي بعد كده بيقابلني الفراغ، بشتغل فوق في الفراغ غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة، في نفس الفراغ بشتغل غرزة عمود بلفة كمان. تمام، بنتقل بعد كده وهكذا بنفس الطريقة، اي فراغ يقابلني بشتغل فيه غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة، تمام، غرزة عمود بلفة كمان. تمام، وبعد الفراغ بيقابلني غرز عمود بلفة، بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس، وبعد كده ادي بالنسبة لي اخر فراغ، فبشتغل فيه غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة، في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة كمان، وبدخل في السلسلة رقم 3 من سلاسل ارتفاع، بقفل بمنزلقة كده بالشكل ده. تمام، والاسطر اللي بعد كده بنفس الطريقة، برتفع 3 غرز سلاسل، دي 1 2 3. تمام، وفوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة واحدة بس. التزايد عندي بيحصل ان انا في الركن بشتغل فوق في الركن ده من الاركان الستة بتاعت الوحدة السداسية. تمام، بكون ركن كمان اللي هو غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة غرزة عمود بلفة كمان. تمام، بعد الركن ناخد بالنا ان بعد الركن احيانا غرزة العمود بلفة اللي في الركن بتخفي عندي الغرزة اللي بعد كده، فاحنا ناخد بالنا ان من عدد الغرز طول ما احنا ماشيين نعد الغرز بتاعتنا علشان ما تنقص غرزة، عشان لو نقصت غرزة معانا مش هيديني الشكل مظبوط، هيبقى مش وحدة، الوحدة السداسية مش هتبقى مظبوطة كده بالشكل ده، لا هتديني بعوجة. ليه؟ العوجة دي نتيجة ان احنا بننقص غرزة، بننسى غرزة احنا وماشيين، فناخد بالنا من عدد الغرز طول ما احنا ماشيين. تمام، وما ننساش غرزة، وفوق كل غرزة نشتغل غرزة عمود بلفة واحدة بس ما نزودش. اوكي، تمام، بعد ما بنشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس، بنتقل بعد كده بيقابلني الركن، بشتغل فيه غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة غرزة عمود بلفة كمان. تمام، وبعد كده بنتقل على الغرز اللي بعد كده بنفس الطريقة، فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة. تمام، وفوق كل ركن بكون ركن كمان اللي هو غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة غرزة عمود بلفة. تمام، بشتغل بنفس الطريقة لحد ما بخلص السطر، والاسطر اللي بعد كده برضو بنفس الطريقة، فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة، انما في الركن بشتغل فوق في الركن بشتغل غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة غرزة عمود بلفة، لحد ما بوصل لحجم الوحدة اللي انا عاوزاه. طبعا ممكن نعمل بيها سجادة من خلال ان احنا كل ما بنرتفع بالاسطر بتكبر معانا الوحدة. تمام، ممكن من خلال الوحدة دي طبعا بنرتفع بالاسطر كتير 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 لحد ما نوصل للحجم اللي احنا عاوزينه. ممكن من خلال الوحدة دي نعمل سجادة من وحدة بس، من وحدة سداسية واحدة بس، ممكن كذا وحدة جنب بعض بنشبكهم، هشرح لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله طريقة تشبيك الوحدة السداسية، بس انا حابة اوضح لكم ازاي بنعمل الوحدة السداسية كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبرضو هنعمل مع بعض سجادة من الوحدة السداسية. تمام، بنعمل كذا وحدة جنب بعضها وبنشبكهم في بعض، فانا هشتغل كده بنفس الطريقة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، انما في الركن بشتغل غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة غرزة عمود بلفة كمان. تمام، وبنتقل بعد كده
في الغرز العمود بلفة اللي بعد الركن بشتغل فوقيها غرزة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. ده كده بالنسبة لي اخر ركن هشتغل فيه غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة غرزة عمود بلفة، تمام. وبعد كده اي غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة، تمام. كده هقفل ومنزلقة في السلسلة رقم 3 من سلاسل ارتفاع كده بالشكل ده، وادي عندي شكل الوحدة، ادي من اضلاعها 6، تمام. ادي ركن 2، ادي ركن 2 3 4 5 6، تمام. سميناها بقت وحدة سداسية لانها بتدينا الشكل السداسي، تمام. شكلها زي ما انتوا شايفين. طبعا من خلالها زي ما وضحت لكم بنعمل مفارش سرير ومفارش للانتري، مفارش للترابيزة، سجاد، ستاير، بنستخدمها في المفروشات بس مش بنستخدمها في الملابس. من خلال الملابس ممكن نعملها كجيب للبلوفر او للسالوبيت، بس مش من خلالها بنعمل بلوزات ولا حاجة، لا بنستخدمها في المفروشات بس، تمام. بنرتفع بالاسطر بنفس الطريقة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، انما في الاركان بنشتغل غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة غرزة عمود بلفة. وكده بقى انتهيت من طريقة عمل الوحدة السداسية. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الوحدة السداسي بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على فيسبوك، هتلاقي اللينك موجود اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدر تتابعوني على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة اسفل الفيديو. اشوفكوا على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.